تخبر الشرطة، أنا منيحة ماشي؟ رح فهمك كل شي، بترجاك تجي. شو عم تقول؟ ماشي طيب. جلنا نار بالبيت. يا ربي رح أجيب السيارة. الحمد لله، ألف الحمد لله. نحن رح نسحب الشكوى حضرة الضابط. وشو قصة هدول زاهر ومصطفى؟ والله مبين مالهم علاقة، بنتي راحت تتمشى مع رفقاتها وبس. يلا مرت عمي خلينا نمشي عن إذنك. ايه يلا يعطيكوا العافية. بتشكرك. أهلين أهلين. شايف كيف قوياني؟ يوسف هو اللي مقويها. عم تتصل لعمى شوخها. ميرنا بمين شادي ظهرك وليه؟ رح نوصل لك لو كنتي بآخر الدنيا، فهمتي وليك؟ أنا مو ميرنا. لكن مين؟ حأعطيكم العنوان اللي موجودة فيه. هاي لعبة تانية ما؟ شو عم تخططوا؟ ماني عم بلعب، سجل العنوان. مع العنوان ألو. أيوة شارع زكريا بأي منطقة؟ فهمت، بركي كنتي عم تكذبي. بكرة بتعرف. عطتني عنوان ميرنا. معقول يكون؟ لك هي يمكن من الشرطة، أكيد عم يلعبوا فينا لحتى يعرفوا وين نحن بالضبط. لا تقولها يا أخ. ممكن كمان يكونوا ناصبين لنا فخها. ولي لكان شوفك. قولي لي الحقيقة، عملوا لك شي؟ لا تخافي احكي. لا أصلاً ندموا لأنهم خطفوني، خافوا ورجعوني. والله يوسف لقاها جنب البيت، قام وصلها لهون. غلطنا كتير بسحب الشكوى، ما لازم نتركهم بدون عقاب. بتعرفي أنا حاسة خايفة منهم. أنت شو عم تقول؟ جلنار خايفة على ميرنا، احكي له. أكيد هددوكي ما هيك؟ ممكن تنسى القصة بابا؟ وانت فيكي تنسيها؟ لو سمحت بلا ما نتورط أكتر من هيك. بعدوا عنا، ما عاد بدي شوف حدا منكم بهالبيت. أمي إيجو لنار، ما عاد بدي اسمع اسم ميرنا ولا حدا غيرها. معك حق، بس كل شي صار ما لقيت فيه. تصبحوا على خير. سلم لي على ميرنا.